أعلنت فصائل المعارضة المسلحة في الغوطات الشرقية مقتل 20 عنصرا من قوات النظام وحلفائه في عملية انغماسية نفذتها على جبهات المرج، حيث يخوض مقاتلو المعارضة معارك ضارية مع قوات النظام المدعومة بغارات مكثفة من الطيران الروسي. لا قدرة عندهم على الأرض ولا عندهم قدرة أن يقدموا هذا النظام الغاشم، ولكن عم يستعمل الطيران الروسي وعم يستعمل الراجمات وعم يستعمل الكيماوي والفسفور. النظام وحلفائه الروس اتبعوا سياسة الأرض المحروقة للسيطرة على قرية مرج السلطان والمطار القريب منها بعد عمليات مكثفة الأسبوع الماضي، حيث دفع بتعزيزات ضخمة إلى جبهات المرج بغية السيطرة على المواقع المشرفة على بلدات الشابية، دير سلمان والقاسمية والبلالية. طيران مكثف ما رأينا مثله اليوم، قصف براجمات الهاون والصواريخ أيضا شيء غير مسبوق، لكن نستعين بالله سبحانه وتعالى عليهم، ولعل الله عز وجل بهذه البنادق الخفيفة وهذه المدافع القليلة أن تهزمهم. مقاتلو المعارضة كانوا قد صدوا قوات النظام على جبهات حرستا ودوما وجوبر القريبة من العاصمة، ويواصلون اليوم تصديهم بما يتوفر لديهم من سلاح على المحور الشرقي للغوطة بعد أن كان النظام قد ركز هجومه على منطقة المرج خلال الأسابيع الماضية بهدف تحصين مطار دمشق الدولي.